على الصف. الآثار الإسلامية حالتها سيئة طبعاً، لأنها موجودة في أماكن الصرف الصحي فيها مش منتظم، وفي لما شاف هنا المية كان متوقعين إنها مياه جوفية. النهاردة بيقولوا إن الدراسات قالت إن المياه الجوفية على بعد 15 متر تحت الأرض. إذن هو كان مشروع صرف، وفعلاً مؤسسة الأدخان عملت مشروع صرف في المنطقة، وطلع إن الصرف الصحي هو اللي عامل كده. دي مشكلة الآثار الإسلامية، إنها وسط السكن وسط المجتمعات. دي ميزة وعيب. ميزه ان احنا لينا دور توعوي، دور ان احنا نشركهم في انشطه يستفيدوا من وجود الاثر، يستفيدوا من وجود السياحه، ننمي الحرف الخاصه بالمنطقه. لكن عيبها طبعا ان بعض المنازل دي ما يكونش ليها بنيه تحتيه بالشكل السليم، من صرف صحي بالذات. الصرف الصحي لما بينزل على الاثار هو اخطر حاجه ممكن تكون على الاثر، فالحجر بيبوش فعلا. لو حضرتك بتبصوا على الخشب على الجزء الاسفل منه على الرخام هتلاقي الصرف الصحي كان مؤثر. اكبر دليل المحراب اللي موجود ورايا، شايفين حالته ازاي. عشان اغلظ اصلا.